شما بوبر روح قديشو حضلو شريرو آمين. الآباء الكهنة الأفاضل، الراهبات، الأخوات الراهبات الفاضلات، الشمامسة الأعزاء، أحبائي في المسيح يسوع، قبل ما نحكي عن موضوعنا اللي هو عن التوبة، توب تخلص تنال الحياة الأبدية، خلونا نقرأ مع بعض قراءة من الإنجيل المقدس، من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 15 من الأعداد 11 إلى 32، وهو مثل معروف لجميعنا. قالوا الرب يسوع هو مثل الابن الضال. خلونا نقرأ هذا المثل مع بعض. وقال إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني أنت معي في كل حين، وكل مالي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. آمين. حقيقة لما طلب أبونا أندراوس مني أن أتكلم عن موضوع مهم جدا في حياة الإنسان المسيحي، في حياة كل شخص من عندنا، اللي هو موضوع التوبة، كان من الصعوبة جدا أنه أنا أحضر لهالموضوع. ليش؟ لأنه هذا الموضوع أيضا هو يشملني مثل سائر المواضيع، وهذا الموضوع يشمل جميعنا بشكل أعمق. ليش؟ لأنه كلتنا بحاجة أن نقدم هذه التوبة وأن نعيش هذه التوبة. فاليوم كلماتي ما هي موعظة، ما هي تعليم أقدمه، لا، هي كلام وتأمل مما جاء في الكتاب المقدس وتعليم الآباء، نتأمل فيه مع بعضنا ونتعلم كلتنا من ما قدمه الآباء القديسين
وما قدمته كلمة الحياة الكتاب المقدس عن التوبة وقوة التوبة. وكخطوة أولى حتى نحن نحيا هاي التوبة، يعني نفعل في حياتنا سر التوبة والاعتراف، نعيش ونمارس هاي التوبة، لازم نفهم ايش هي التوبة بالبداية، ايش يعني الكتاب المقدس بالتوبة، ايش يعني آباء الكنيسة في صلواتنا كلها اللي نصليها، وبالأخص في الأصوام والصوم الكبير اليوم نعيشه، اللي هو كله يحثنا على أنه نحن لازم نتوب، لازم نعود إلى الرب الإله. حتى نفهم التوبة لازم نبني مفهومنا على آية جدا مهمة، آية جدا مهمة ذكرها الأناجيل عن الرب يسوع، ذكر الأناجيل عن الرب يسوع، فيقول مثلا الرسول متى في إنجيله عن الرب يسوع: من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء. فإذا الرب يسوع لما بدأ كرازته وبشارته بعد المعمودية في نهر الأردن وحلول الروح القدس عليه وانطلق للتبشير بملكوت السماء، كان يسبق بشراه بملكوت السماء كلمة توبوا. ونحن نعرف أنه البشارة وكلام الرب يسوع هو الأخبار المفرحة، الأخبار المفرحة. فإذا نعطي معنى للتوبة كبداية، نبني عليها مفهوم التوبة في حياتنا، معناها تعالوا افرحوا وعيشوا حياة الفرح من الأرض حتى تستحقوا ملكوت السماء. هلموا افرحوا وعيشوا حياة الفرح والنعمة من الأرض حتى تستحقوا ملكوت السماء الذي تجسدت حتى أقدمه لكم هدية. إذا يعني نحط تعريف لهالكلمات اللي قالها الإنجيل المقدس عن الرب يسوع، إذن التوبة هي حياة الفرح بالرب يسوع كي نستحق الحياة الأبدية ونستحق ملكوت السماء. فخلونا على هالأساس نبني مفهومنا للتوبة، نبني مفهومنا للتوبة. ومن خلال مثل الابن الضال اللي قريناه، أحب أقف عند أربع نقاط نبني عليها موضوعنا ومفهومنا للتوبة. أول نقطة أحب أحكي عنها وأربطها بسر التوبة والاعتراف وأربطها بموضوعنا اللي هو التوبة اليوم والخلاص والحياة الأبدية، هي البنوة. الرب يسوع يحكي عن إنسان عنده ابنين، فإذا هناك أب وهناك أبناء، ولكن الاثنين كانوا يعانون في مفهومهم لبنوتهم لهذا الأب. الاثنين كانوا يعانون، يعني المثل يقدم لنا الابن الأصغر على أنه هو ضال، ولكن إذا نستمر في القراءة نشوف أنه الابن الأكبر بالرغم من أنه هو كان طائع لأبوه وما خرج عن طاعة أبوه، لكن ما كان عنده فكر أبوه، ما كان يحمل نفس الفكر. فإذا الأصغر أخطأ بالفعل، الأكبر أخطأ بالفكر. فإذا بنوة الاثنين كانت معطلة، البنوة المعطلة. وهي النقطة الأولى اللي أنا أريد أبنيها في مفهومنا عن التوبة. فنحن لما نكون في الفكر مختلفين عن الفكر الإلهي، مثل ما يقول بولس الرسول أنه يجب أن يكون لنا فكر المسيح، وأما نحن فلنا فكر المسيح. لما نفقد هذا الفكر، يعني فكر القداسة، نكون مثل الابن الأكبر، فكر يودينا وفكر يجيبنا. ليش؟ لأنه نحن لا نحيا فكر الله ولا نعيش الوصية، فتكون بنوتنا معطلة. وإذا نخطئ بالفعل مثل ما عمل هذا الابن الأصغر، تكون أيضا بنوتنا معطلة. لكن قد يكون هناك سؤال لما نقرأ هذا المثل: ايش هو السبب اللي يخلي الابن، وخاصة الرب يسوع لما ضرب هالمثل
وعطى هالمثل، الرب يسوع كان في مجتمع شرقي، وأصعب شيء في المجتمع الشرقي أن يأتي الابن إلى الأب ويقول له أعطيني نصيبي من الورثة. قتل أبوه بالحياة، هاي يعني خلينا نقول تعبير جدا يعني جميل للحالة هاي، إذا نريد نجمل وننمق الحالة. قتل أبوه بالحياة، إيش هو اللي وصل الابن هذا إلى هالعمل هذا؟ طبعا نشوف أنه هذا الابن ما انتظر أن يحصل بشكل طبيعي على حصته ونصيبه من ميراث أبوه بموت أبوه الطبيعي كحال سائر الناس. من يموت الأب الأبناء يتجمعون ويقسمون الورث والمال، وكل واحد يأخذ حصته بحسب القانون، بحسب الأعراف، بحسب الناموس أو الشريعة الموجودة في تلك المنطقة. ما كان يريد ينتظر الموت الطبيعي حتى يأخذ حصته ويتنعم بثروته من في ميراث أبوه، لا، راد أن يتنعم على حساب أبوه. في فرق أن يأخذ حصته من ميراث أبوه وأن يتنعم على حساب أبوه. يعني وما فكر إيش ممكن يتسبب هذا الطلب للأب من ألم، من ضيق، من تعب. وهذا يفسر لنا إذا نعكس هذا الشيء على الكتاب المقدس على آدم الإنسان الأول. نحن نشوف أنه آدم لما نقرأ في العهد الجديد في سلسلة الأنساب اللي تخص الرب يسوع، يرجع آدم ابن الله، آدم ابن الله، ولكن هذا الابن سقط في الخطيئة، فأصبحت هالبنوة إيش قلنا؟ معطلة. أصبحت هالبنوة معطلة. فلازم أفهم أنه أنا لما أقع في الخطيئة بنوتي ما تروح مني، ولكن تكون معطلة، مقيدة بفعل الخطيئة. فنشوف أنه آدم أراد ميراثه ولكن بشكل خاطئ، استمع إلى الحية، إلى إبليس، قال له يوم تأكلان منها قالوا لحواء تصيران مثل الله. فآدم أراد أن يتنعم على حساب أبوه السماوي، ما انتظر العطايا والنعم، وما نظر إلى العطايا والنعم اللي الرب عطاه إياها بشكل تلقائي بدون ما يطلبها وبدون ما يفكر فيها. ليش؟ لأن الله هو الآب السماوي نبع البرارة والمحبة والقداسة، أعطى آدم الكثير من النعم والعطايا بدون حتى آدم ما يكون له أي فكرة عنها وأي يعني طلب في أنه يقتنيها. وهذا يخلينا أمام شيء جدا مهم، أنه وسؤال جدا مهم، طيب ربنا ما كان يعرف أنه آدم راح يخطأ؟ ليش سمح أنه يخطأ؟ القديس فليكسينوس المنبجي اللي هالسنة نحن نحتفل بتذكاره وتذكار انتقاله إلى السماء، يقارن بين الخير والشر وحرية الإرادة الإنسانية. يقول كما أن الشيطان لا يملك أن يقهر إرادة الإنسان ويرغمه على السقوط. يعني آدم لما سمع التعليم الخاطئ والفكر الخاطئ اللي قدمه إبليس من خلال الحية أنه يوم تأكل من هالثمرة تصير مثل الله، آدم ما كان مجبور، ما أجبره إبليس وقهر إرادته حتى يأكل من هذه الشجرة ويعطل بنوته وهالبنوة تكون معطلة. لا، كان عنده الحرية الكاملة في أنه يختار أو ما يختار. كذلك أيضا يقول قديس فليكسينوس، الروح القدس لا يقهر
إرادة الإنسان ويرغمه على القداسة. وهاي نعمة كبيرة تخلينا نفعل بنوتنا أو نعطلها، هي حرية إرادتنا، حرية اختيارنا. فهذا الابن الأصغر اختار أنه يقوم على أبوه ويطلب من أبوه ميراثه، اختار بحريته أن يعطل بنوته. وهذا الشيء نحن نصليه في صلواتنا اليومية في الكنيسة، لما نقول الصبيون حوطينه بصبيون تويبنه علثوا أحدنه دجبون صوتونه، يعني بإرادة أخطأ وبإرادة أتوب وأحط علي وأحط شماعة، مثل ما نقول أنه إبليس هو اللي كل سباني وهو اللي أغواني وهو اللي قهرني حتى أسقط في الخطيئة. ولكن الإنسان يملك حرية الإرادة. إذن حرية الإرادة هي واحدة من أهم النعم اللي تعطينا التميز في عيني الرب، أولاً لأنه نحن صورته ومثاله وأمام سائر المخلوقات. بهالحرية الإرادة يعني بالعقل والمنطق اللي الرب أعطانا هو، صار عندنا سلطان على الخليقة، على المخلوقات. وهذا الشيء يخلينا نفعل صفة بنوتنا لله، أنه نحن نستمد هالنعمة وهالقوة من وجودنا في حضن الآب السماوي، من أنه بنوتنا تكون فعالة. لهذا السبب الله الآب لا يشاء موت الخاطئ، لا، بس يريدنا أيضا أنه نحن نختار أن نكون في حضنه بإرادتنا. يقول القديس بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الثاني لأعداد 15-16: لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد لله. وهذا يخلينا نفهم معنى الحرية مسيحيا. هذا الابن أراد نصيبه وذهب بعيد، راح إلى كورة بعيدة وبلش يعيش حياته بحرية مزيفة، مثل ما اليوم نشوف الحرية في هذا العالم تقود الإنسان إلى كوارث، إلى مصايب قد العقل البشري ما يشيله لما نسمعها، من شذوذ وابتعاد وتعدي على الطبيعة اللي الله خلقها، كله في سبيل أنه نحن أحرار، نحن في زمن الحرية، نعمل ما نريد كيف ما نريد متى ما نريد. فما بقى هناك حد للإنسان، ولكن الحرية في المفهوم المسيحي هي أن نتخلص من القيود اللي تقيد بنوتنا وتعطلها وتخلينا عبيد لجهالات هذا العالم، يعني لشهواته ولخطايا هذا العالم ولحرية هذا العالم الزائفة، فنبتعد عن أبونا السماوي. ولكن الشيء المهم اللي لازم نعرفه، الروح القدس بالرغم من خطيتنا هو يقودنا في طريق توبتنا. هذا إيش يعني؟ أن الروح القدس ما يتركنا حتى لما نحن نخطأ. ليش؟ لأنه نحن اقتبلنا هذا الروح بالمعمودية. يقول في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني الأعداد 37-38: فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. إذن الروح القدس شغلته يحركنا من جوه، يقودنا بالرغم حتى من أنه نحن خطاط. وهذا الشيء أش يعطينا؟ يعطينا النقطة الثانية اللي أنا أريد أبني فيها مفهوم التوبة. فالنقطة الأولى، نحن لما نكون في حالة الخطيئة نكون أبناء ولكن معطلين هالبنوة، قيدناها. ولكن بالرغم من أنه نحن خطاط الروح القدس داخلنا، ولكن يكون مقيد بسبب خطيتنا، فيبلش ينخس داخلنا، ينخس قلوبنا، يعطينا صوت داخلنا. في العالم ولغة العالم قد يسمى الضمير، صرخ الضمير. لا،
هو صرخة الروح القدس داخلنا. ليش؟ لأنه نحن أبناء الله، والله الآب السماوي لا يشاء موتنا. لهذا السبب سيبقى دائم الصراخ داخلنا الروح القدس إلى أن نعود ونقدم توبة ونعود إلى حضن الآب. فوجود الروح القدس داخلنا وأنه ما يفارقنا يخلينا أمام نقطة جدا مهمة ثانية نبني عليها مفهوم سر التوبة والاعتراف. والتوبة في الكتاب المقدس هي الأبوة الدائمة. لما في أبناء لازم يكون في أب. الله أبوته دائمة غير معطلة، لا يعطل شيء. ليش؟ لأنه الرب الإله هو كامل، ما مثلنا. قد يوم نكون معه تكون بنوتنا فعالة، بكرة نقع نخطئ بنوتنا تكون معطلة، لأنه نحن غير كاملين، نحن نسعى إلى الكمال. أما هو هو الكامل والصالح والبار، فأبوته دائمة وتظهر من خلال عمل المسيح الخلاصي. مصدر هالكرامة الدائم، الكرامة أشياء أنه نحن أبناء الله، مصدر بنوتنا لله، لأنه من خلال العمل الخلاصي نلنا التبني فأصبحنا أبناء الله. من خلال عمل المسيح الخلاصي اللي يعطينا هالكرامة الدائمة مثل ما يقول القديس فليكسينوس، وعمل الروح القدس داخلنا. يسأل القديس فليكسينوس، أنا اليوم ركزت شوي أكثر على القديس فليكسينوس لأنه الكنيسة تعيد لهذا القديس وتذكره خلال هالسنة. يسأل القديس فليكسينوس المنبجي أسئلة مهمة عن موضوع سكن الروح القدس في الخاطئ. يقول لو كان الروح القدس يفارق النفس عندما تخطئ فكيف تتوب النفس؟ يقول أيضا لو كان الروح القدس يعود للنفس عندما تتوب، ألا يشبه الروح القدس بذلك شخصا خائفا جبانا أو طبيبا فاشلا يترك المريض ساعة المرض ويعود إليه بعد الشفاء؟ والسؤال الجوهري اللي يطرحه القديس فليكسينوس، لو كان الروح القدس يترك النفس في حالة الخطيئة ويعود إليها بعد التوبة، فما هو مصير نعمة البنوة التي نالها الإنسان في المعمودية؟ فالقديس فليكسينوس يقدم هالأسئلة كدليل أن الروح القدس هو يبقى داخلنا بالرغم من خطيتنا. وهاي شيء مفرح لنا من أفراح التوبة اللي نادى فيها الرب يسوع توبوا فقد اقترب ملكوت السماء. يعني أنتم أبناء الله والروح القدس داخلكم، اقبلوا العمل الخلاصي، اقبلوني مخلص لحياتكم فتعيشون هالكرامة، كرامة البنوة، وما تفارقكم، ولكن تحتاجون أن تجاهدوا حتى تنموا في هالكرامة. يقول إشعياء في الإصحاح 44 الآيات 21 إلى 22، اذكر هذه يا يعقوب يا إسرائيل فإنك أنت عبدي قد جبلتك، عبد لي أنت يا إسرائيل لا تنسي مني، قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. فنشوف هنا إشعياء بحديثه إلى يعقوب كأنه يتحدث إلى كل واحد من عندنا، وفي كلامه لإسرائيل كأنه يتحدث إلى النفس البشرية، إلى النفس البشرية، ويطلب من يعقوب ويطلب من إسرائيل أن ترجع إلى الله لأنه فداها. ونشوف في مثل الابن الضال، في مثل الابن الضال العدد 17، هذا الإنسان هذا الابن الضال في الآية 17 عمل تقييم للذات، يقول فرجع إلى نفسه. الرب يسوع في هذا المثل عاد إلى نفسه هذا الإنسان فعمل تقييم للذات. وهذا الرجوع أكيد ما بس كان لأنه هو خسر كل شيء وكان يشتهي أكل الخنازير، لا، لأنه
تذكر النعم اللي كان يعيش في حضن أبوه. ولما نخطئ لازم نتذكر دائما ونضع أمامنا النعم اللي نحن قد نفقدها إذا نستمر في حالة الخطيئة، فنعمل تقييم للذات ونرجع إلى أنفسنا. ومن المفارقات الرائعة اللي قدمها الرب يسوع في هذا المثل، الرب يسوع بعد ما أخطأ هذا الإنسان وذهب إلى كورة بعيدة وصرف أمواله على الزواني وبدت كل شيء والتصق بإنسان من أهل تلك الكورة، يعني صار له عبد، وهذاك الإنسان اللي من أهل تلك الكورة هو يمثل إبليس اللي يخلي الإنسان يعيش عيشة الخنازير اللي هي غير محبذة للإنسان، بين الطين والعفو بين الوحل، لأنه الخنازير دائما تحب تعيش بين الطين والوحل، مو لأنه هي معيشتها غير نظيفة، لأنه هي تحب تبرد حالها، برد جسمها، لأنه جسمها سميك وجلده سميك، فتفوت بين الطين والوحل حتى تأخذ عازل من الحرارة وتبرد حالها. ولكن في منطقنا البشري من يقدر يعيش بين الوحل وبين الطين؟ فلما التصق بإبليس خلاه يعيش بين الوحل والطين. ولكن بالرغم من كل هذا الشيء، الرب يسوع ما أزال عنه صفة البنوة في المثل، واستمر بمناداته بالابن. ليش؟ لفيض محبة الله الآب وفيض محبة الأب لابنه أيضا، بالرغم من كل عيوبه وخطاياه ونقائصه، إلا أن النعمة الحقيقية ما فارقته. ليش؟ لأن نابعة من الروح القدس الساكن في قلب هذا الابن الذي يكون مقيد بابتعاده من حضن الآب، اللي يكون مقيد بابتعاده من حضن الآب. ولكن لما يسمع مثل ما قلنا صوت الروح داخله ويفكر بالنعم والخيرات اللي كان يتنعم فيها في حضن أبوه، راح يعود إلى حضن أبوه. وهذا الشيء اللي صار معه، قال: كم من أجير يشبع خبز عند أبي وأنا هنا لا أشبع خبزا، أقوم وأعود إلى أبي. إذن هذا يعطينا سبب آخر في الفرح والرجاء وممارسة التوبة وعيش هالحياة، حياة التوبة، هو استمرار هالكرامة اللي هو ثمر العمل الخلاصي من خلال شخص الرب يسوع. بالخطيئة قد نحن نبدد عطايا الرب في حياتنا، ولكن لا نفقد الكرامة المعطاة لنا اللي هي بنوتنا لهالإله، واللي تكون داخلنا من خلال الروح القدس، واللي نلناها مثل ما قلنا بالمعمودية اللي عطتنا نعمة التبني بقوة عمل المسيح الخلاصي. الابن الضال يا أحبائي هو كل واحد من عندنا، كل واحد من عندنا نحن بقوة وسلطان الروح القدس ونعمة المسيح الخلاصية نصرخ كل يوم: أبانا الذي في السماوات. إذن نحن كلتنا نعيش بنوتنا لله، ولكن هل بنوتنا هي معطلة أم لا؟ هذا السؤال كل واحد من عندنا لازم يجاوبه. يقول القديس أفراهاط الحكيم السرياني في مقالته عن التائبين: يا من لبستم سلاح المسيح، سلاح المسيح هو المعمودية، أي لبسنا الخلاص. وهذا الشيء يقوله الكتاب المقدس وبولس في رسائله: أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح لبستم، تعلموا فنون الحرب لئلا تقهروا وتتراخوا في القتال. ليش؟ لأنه يعلمنا الكتاب المقدس يقول إبليس عدونا يجول كأسد زائر يتفرس من يبتلعه. فإذا إبليس هو كأسد زائر يجول حتى يبتلع الناس، يبتلع أبناء الملكوت. فعدونا محتال وماهر، إلا إن سلاحه أضعف من سلاحنا، فيليق بنا أن نرجع عليه ونأخذ سلاحه سهرا في النوم. نحن لا نراه حين يحاربنا، فلنلتفت نحو من يراه ليأخذ عنا. وهوني
القديس أفراهات يريد يحرك أذهاننا وعيوننا وقلوبنا إلى السهر والصلاة لما نكون نحن قد سقطنا في الخطيئة. ليش؟ لأنه نحن بوجود الله في حياتنا وعمل الروح القدس نملك السلاح القوي ونقدر أن ندوس الحياة والعقارب وجميع قوات العدو وسلطان العدو. وهذا يخلينا أن ننتقل من حالة البنوة المعطلة إلى النقطة الثالثة بعد الأبوة الدائمة، هي البنوة الحقة الفعالة. أقوم وأذهب إلى أبي، هذا الشيء اللي قاله الابن الضال. نشوف بولس الرسول في رسالته إلى رومية، أهل رومية الإصحاح الثامن الأعداد 11 إلى 15 يقول: وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذا أيها الإخوة، ما عم يحكي على القيامة في المجيء الثاني، لا، عم يحكي على قيامة آنية الآن. فإذا أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، يعني نعيش حسب شهواتنا وخطايانا مثل ما عمل هالابن الضال، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. فإذا التوبة وكرازة المسيح في بداية بشارته توبوا فتحت لنا باب جدا مهم من خلاله نحن نفعل روح الله الساكن فينا، فنحيا روح التبني ويكون عندنا سلطان، ما هو فقط كرامة، لا، أن نكون أبناء الله. يقول: أعطى كل الذين آمنوا باسمه سلطان أن يصيروا أبناء الله. فهذا أعظم ميراث نحن نرثه، أن نكون وارثين مع المسيح ابن الله الوحيد، أن نكون نحن أيضا أبناء الله وإخوة للمسيح وأخوات للمسيح. لهذا السبب ما لازم نحن وقت اللي نكون في حالة الخطيئة والسقوط في الخطيئة، معوقات صادفنا تمنعنا أنه نحن نرجع إلى الله، ما لازم نتوقف عند المعوقات. ليش؟ لأنه لازم نفكر بالنعم والخيرات والعطايا اللي راح ناله في عودتنا. أما نحن إذا نفكر في المعوقات، واللي راح أحكي عن أربع أشكال منها، هي كثيرة بس راح أختصرها في أربع أشكال بعد شوي. شوف أنه بطرس الرسول في رسالته الثانية الإصحاح الأول الأعداد 2 و3 يقول: كما إن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. إذا نحن مدعوين أن نعود إلى الرب الإله لكي نحيا ببر وفضيلة يأهلنا أن نكون شركاء الطبيعة الإلهية، يكونوا قديسين لأني أنا قدوس. فإذا دعوة التوبة اللي دعاها المسيح هي دعوة للقداسة، دعوة للقداسة. لهذا السبب هاي القداسة تحتاج من عندنا أن نعيش حياة التوبة وننسكب أمام الرب الإله. هذا الإنسان قال: أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: لست مستحق أن أدعى عبد لك، اقبلني كأحد أجرائك، أخطأت إلى السماء وإليك. ولما أبوه شافه، أبوه بادر وركض حتى يستقبله، ولكن هو سقط وأبوه سقط على عنقه وقبله، فانسكب
أمام الأب، ونحن نحتاج أن ننسكب أمام الله. وهذا الشيء اللي نعمله في ممارسة سر التوبة والاعتراف، لما نقدم اعترافنا نحن ننسكب أمام الله. نحن ما عم مثل ما يقولوا نكشف حالنا أمام أبونا، لأنه أبونا أيضا هو خاطئ ويحتاج أن ينسكب أمام الله بممارسته للاعتراف أمام كاهن آخر. كلتنا أخطأنا ويعوزنا مجد الله، فقط الرب يسوع هو بلا خطيئة. فحالة الانسكاب لا تعني تشمل المؤمنين ولا تشمل الكليروس، لا، تشملنا جميعا، تشملنا جميعا. ولكن ما لازم نحن نقيد حالنا بمعوقات. أربع معوقات أنا راح أقف عندها على السريع حتى ما أطيل عليكم أكثر. المعوق الأول هو سجن الماضي. كثيرين من عندنا عندهم خطايا في حياتهم في السابق، وهي داخلا، ولكن كل صاروا سجناء هالخطية أو هالخطايا، يخافوا أن يعلنوها، ممكن لمركزهم الاجتماعي، ممكن لمركزهم الديني، ممكن خجلا من العائلة وإلى آخره، فيصيروا سجناء الماضي، عايشين خوف، خوف من أن يقدموا ويعترفوا بها الخطايا ويقدموا توبة عليها. فهاي الخطايا وهذا السجن يمنع من أنه يقدموا توبة. والقديس بولس في رسالته إلى أهل فيلبي الإصحاح الثالث يقول: إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. يعني دعوة ربنا إلي أن أكون قديس هي أهم من أنه أنا أسجن حالي بين قضبان خطية سقطت فيها في الماضي. هذا الإنسان، هذا الابن الضال، كان ممكن يسجن حاله في فعله اتجاه أبوه السماوي، أو في اتجاه أبوه، أنه هو طلب ميراثه من أبوه، قتل أبوه بحياة مثل ما قلنا، كان من الصعب، لا أنا ما راح يقبلني، خليني هون، ما حدا يعرفني، ما حدا يعرف ايش اللي عملته، وإذا تروح أنا إذن هاي أبوي قبلني، أخوي شلون، الخدم شلون، متى يطلعوا علي يقولون هو هذا اللي طلب من أبوه المال، هذا اللي بهدل أبوه وسمعة أبوه، ويعيش في سجن الماضي. لا، امتد إلى ما هو قدام، امتد إلى ما هو قدام. المعوق الثاني مثل ما قلنا، المعوق الأول هو سجن الماضي، المعوق الثاني هو الدونية. الإنسان الخاطئ قد يشعر أنه هو أقل من بقية الناس، فلا يستحق الوجود مثلا في الكنيسة. الكنيسة كلهم قديسين وعم بيروحوا ويتناولوا كل أحد ويظهروا بأحلى المظهر، أنا لا أستحق أن أكون في هالمجموعة. ليش؟ يحس أنه هو أقل شأن وأقل قيمة منهم لسبب خطاياه. ممكن يكون معروف من الناس، ممكن ما تكون خطيته مخفية، الشيء اللي عمله يكون معروف للناس فيشعر بالدونية. ونحن إذا نسمع ما يقوله القديس يوحنا ذهبي الفم عن الكنيسة، يقول الكنيسة هي مشفى للخطاة. ليش؟ لأن الرب يسوع لم يأتي ليدعو أصحاء بل المرضى. فكل اللي يجوا على الكنيسة كل أحد هم مرضى وينتظرون الدواء من المذبح، يأخذون الطبيب السماوي الشافي لأمراضهم. فقد نشعر أنه نحن عدم الاستحقاق، الدونية بمعنى عدم الاستحقاق أن نكون في حضرة الله ومع جماعة المؤمنين أعضاء جسد المسيح. المعوق الثالث هو الاستسلام للخطيئة. يعني هناك ناس تحاول أنه بمفردة أنه تريد تتخلص من خطيئة، ما تقدر، أنا راح أحاول، أنا راح أعمل جهدي، ولكن آخر شيء يستسلم، لا أنا ما أقدر. يكتشف أنه هو كل ما يحاول خطوة يرجع 10، يحاول خطوتين يرجع 100، فيقول خلاص أنا ما ألي حل، ما ألي حل وما ألي
يعني رجاء وخلاص. هذا الشيء يخلينا أنه نحن ما نعتمد على ذاتنا في أنه نتخلص من خطيئتنا، لأنه نحن لا نملك القدرة. نحن نحتاج أن نفعل عمل الروح القدس فينا، وأن نأخذ الخطوة الجريئة بأن نتقدم ونعترف بخطيئتنا أمام الكاهن، والرب الإله راح يلهم هذا الكاهن بطريقة مساعدتي من خلال الإرشاد والصلاة اللي يرفعها الأبونا لأجل خطاياي وأجل ضعفي، وصلاتي وثباتي في المسيح يسوع راح يأهلني بقوته أن أتخلص من هالخطيئة، وأن ما أستسلم وأفقد الرجاء. المعوق الشائع هو الرابع اللي هو أكثر شيوعاً، هو المجتمع. كلن عم يعملوا هيك، كلن هيك. شو أبونا يعني كل الناس عم تعمل هيك؟ يعني بدكن يانا نصير يعني قديسين نمشي على المي؟ ما فينا. رفقاتنا عم يعملوا هيك، بنعمل هيك مثلا. ليش عم تلعبوا قمار؟ كلهم هيك، كل الناس عم تلعب قمار مثلا. ليش فلان شيء؟ كلهم هيك. عبارة كلهم هيك، كل الناس هيك، ما فينا بقى نفصل حالنا عن المجتمع. أبونا راح نبين أنه نحن غير طبيعيين، نحن ما ننتمي لهالمجتمع. خلتنا نعمل خطايا كثيري، خلتنا نعمل خطايا كثيري تكون قيود لنا في أنه نعيش بنوتنا الحقة للرب الإله. المجتمع وهذا العالم رئيسه هو إبليس، مثل ما يسميه رئيس هذا العالم هو إبليس، الكتاب المقدس يسميه. نحن مدعوين إلى مملكة أخرى، إلى عالم آخر. مملكتي ليست من هذا العالم. نحن مدعوين إلى ملكوت السماء. توبوا قد اقترب ملكوت السماء، موازي للتوبة. فنحن لازم نكون مميزين. نحن ليش نريد نكون مثل المجتمع، مثل باقي العالم؟ ما نحب نكون مميزين، نختلف، والناس تقلدنا ما نحن نقلد العالم، الناس تعيش مثلنا ما نحن نعيش مثل العالم. تمام. زكى العشار كان عنده مال كثير، ولكن زكى العشار كان عنده فضول داخله أن يرى يسوع وأن يرى معيشة الذين مع يسوع. ما كانت الغاية فقط أنه يرى يسوع من هو، لا، يرى معيشة الذين مثل يسوع، مع يسوع. لهذا كانوا مميزين، هذا هو يسوع وهؤلاء تلاميذ يسوع. لهذا السبب زكى لما انقبل المسيح في بيته وصار خلاص لهذا البيت، بلش يعيش مثل الجماعة المميزة، الجماعة التي هي مع يسوع. لما كان المال هو سبب خطيته، رجع المال ورجع 4 أضعاف وترك خطيته وقال له يا رب إن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. ووزع أمواله على المحتاجين، قال له اليوم حصل خلاص لهذا البيت. فإذا نحن لازم عيوننا ما تكون على المجتمع ونعيش مثل الناس، مثل ما الناس عايشين، لا، عيوننا تكون على المسيح والتميز والكرامة والعطايا والنعم اللي نحصدها ببنوتنا للمسيح، حتى نكون رسل وتلاميذ حقيقيين للمسيح من خلال حياة التوبة، حياة الفرح اللي نعيشها مع المسيح، فنكون سبب في تغيير هالعالم. وهذا الشيء اللي يعمله الرسل، بطرس وتوما وفيلبس وكل هالرسل الاثناعش، ايش كان عندهم شهادات؟ كانوا ناس بسطاء، ولكن عكسوا المسيح من خلال، ليش ما غلطوا؟ اكيد غلطوا، اكيد غلطوا. بطرس انكر المسيح، توما شك، ولكن عرفوا من خلال عمل الروح القدس داخلهم أنه النعمة
والحضن الآب السماوي ونعمته في حياة وعمل المسيح الكفاري الخلاصي هو الذي يستمر، هو الذي يستمر. ففعلوا هالنعمة في حياتهم وبنوتهم لله الآب، قدروا يغيرون العالم كله. وهذا الشيء يخلينا نقف أمام محبة الله لنا. ليش؟ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. النقطة الأخيرة اللي لازم نبني عليها مفهوم التوبة هي كلام الرب يسوع في الإصحاح 15 نفسه، لما يقول السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، والسماء على الأرض هي الكنيسة. فالكنيسة لما هي مشفى للمرضى، لما بالمشفى مريض يشفى هذا فرح للموجودين في المشفى وابتهاج للموجودين في المشفى. ليش؟ لأن الدواء جاب نتيجة. فاليوم نحن الكنيسة هي السماء اللي لازم تفرح. والكنيسة إيش يعني؟ مو يعني البناء، كل واحد من عندنا لازم نشجع الناس، نشجع اللي نعرف هو بعيد، نعرف هو عنده خطيئة، نعرف هو مكسور، أن يأتي إلى المسيح ويعترف بخطاياه. ليش؟ وهالشيء أي ما تصير لما نقتنع أنه نحن أيضا مرضى. وهذا الشيء يقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تسالونيكي: ونطلب إليكم أيها الإخوة، يعني جسد المسيح الكنيسة في تسالونيكي اللي تمثلنا، انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. إذا نحن مدعوين أن نعيش محبة الرب الإله من خلال أفراح التوبة حتى ننال ملكوت السماء. وأختم مع آية أو آيتين من رسالة معلمنا يوحنا الأولى الإصحاح الأول الأعداد 7 و9، يقول: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. إن قلنا إنه ليس لنا خطيئة نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إذن توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، هي دعوة لنا يا أحبائي حتى نتمتع بمحبة أبونا السماوي اللي ينتظرنا، ينتظر بس خطوة نقوم ونعود ونرجع إلى أنفسنا، وأن نسلك في النور ونحب بعضنا البعض ونسند بعضنا البعض حتى نحقق عظمة وقوة جسد المسيح الكنيسة من خلال قبولنا لنعمة الخلاص وعمل الروح القدس في حياتنا واستعدادنا الدائم، فنعيش الفرح الذي لا يزول ونسمع كلماته الدائمة في آذاننا: افرحوا كل حين. ما في شيء يفصل فرحه عنا، لا خطيئة ولا ضيق ولا أي شيء من شبه هذا. ولربنا المجد الدائم، آمين فآمين.